اهلا بحضراتكم. الحقيقه من الكتاب المتميزين المشاركين باصداراتهم في معرض القاهره الدولي للكتاب الكاتب احمد مدحت سليم. احنا معاه في لقاء دلوقتي عشان نتعرف منه على اصداراته وهنتكلم عن اجواء المعرض، هو شايفها ازاي، وتفاصيل تانية كتير هنعرفها منه. ومنورنا دلوقتي في حكاياتنا، اهلا بيك. يا اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي القناه الاولى وجمهور معرض الكتاب دوره 55. يا اهلا وسهلا. يعني احنا طبعا في البدايه بنبارك لك على المشاركه في معرض القاهره الدولي للكتاب في الدوره 55، وشايفين يعني اهي عده اصدارات الحمد لله. حابه اعرف من حضرتك مشاركتك في المعرض السنه دي بايه؟ انا الحمد لله انا عندي الاربع اصدارات بتوعي، اربع روايات، ثلاث فساتين لسهره واحده، خريف دماء وعشق، لقلبي حكايتان، حادثة يوم الخطوبة. دي أربع إصدارات، يمكن كان آخرهم حادثة يوم الخطوبة 2022. الحمد لله يعني حريص دايما على أنه أكون متواجد في المعرض، سواء بشكل خاص بشغلي أو مع كتبي، يعني فالحمد لله. ليه دايما بتكون حريص على وجودك في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض الكتاب الحقيقة هو بيبقى زي الاحتفال بتاعنا، يعني كل الكتاب أنت بتقابلي، حتى يعني انا كقارئ بقابل الكتاب الكبار اللي انا بحب اقرا لهم، بقابل زملائي، بنتناقش في حاجات كتير جدا، بنشوف القراء وجها لوجه، بيتناقشوا معانا في كل تفاصيل الاعمال على مدار مثلا القاريين على مدار السنه بحالها، بنقدر ان احنا نتناقش فيها ونقدر ان احنا نتكلم فيها، فده طبعا بيبقى ما بيتكررش غير مره في السنه، يعني من الحاجات الجميله. فبتبقى فرصه ان انت تلتقي ان كان بالكتاب او حتى بالقراء كمان. بالظبط كده، سواء كتابي المفضلين او كتاب زملائي او القراء نفسهم. هايل. طيب حضرتك كمان مدير النشر الشبابي في احدى دور النشر المعروفه. مظبوط. ويمكن احنا بنعتقد انه ما بقاش في كتاب شباب موهوبين بالقدر الكافي او بالقدر اللي احنا عهدنا عليه كتابنا، كتاب طبعا المصريين. بس بما ان حضرتك معانا وفرصه بقى ان انا اسالك، بالفعل هل ده حقيقي ولا بالفعل لا، مصر طبعا طول عمرها ولاده وبيبقى دايما في مواهب كل يوم بتخرج بتفاجئنا، فانا عايز اعرف من حضرتك الكتاب الشباب دلوقتي سماتهم ايه، قدر موهبتهم ايه، ايه اللي اختلف عن كتاب الشباب دلوقتي وكتابنا زمان؟ لا، كل جيل الحقيقه فيه قدر من الموهبه لا يمكن انكاره. احنا عندنا دلوقتي في هذا الجيل مجموعه كبيره من الكتاب يتنوعوا ما بين الكاتب اللي بيكتب اعمال قويه جدا وهتتحول لكلاسيكيات، يعني هتبقى اعمال قويه هتعيش فترات طويله، وفي منهم اللي بيكتب اعمال بسيطه خالص تعجب القراء اللي موجودين في هذه المرحله اللي ممكن هم لما يكبروا شويه يبتدي يغيروها، لكن كل الاطياف موجوده. عندنا كتاب موهوبين غايه الموهبه ومتاسسين ادبيا ولغويا وفي كل المجالات الحقيقه بشيء عظيم جدا. الازمه الكبيره اللي بتقابل الناس، الازمه الكبيره انه احنا عايشين في عالم دلوقتي متغير، كل شهر بيبقى عندنا تغير في التكنولوجيا، تغير في الاجتماعيات، تغير في السياسه، تغير في كل حاجه. ده بيفرض على الكاتب انه يكون متجدد بشكل دائم، يفرض على الكاتب انه يكون مطلع على اللي بيحصل حواليه بشكل دائم. مين من الكتاب بيقدر يعمل ده؟ هو ده اللي بينجح. خاصة كمان انه احنا يعني الاعمال الروائية او الاعمال الادبية اللي موجودة او حتى الكتب النقدية لازم بتراعي انه هذا القارئ اللي قاعد معاك دلوقتي مش مخلص لك بشكل كافي زي زمان، لانه عنده مليون وسيلة تسلية غير كتابك. صحيح. فلازم تكون قادر على اكتذابه وتكون مديله قدر من المتعة والدهشة اللي تخليه يكمل الكتاب. ده جزء مهم. الجزء الثاني ان انت عندك منافس، ان الكتاب عندك منافس للسوشيال ميديا، فالقارئ هيقرا صفحتين من عندك وبعدين يفتح الموبايل عشان يبص على حاجه، ده بيسبب نوع من التشتيت. فيجب طبعاً عليك برضو ككاتب ان انت تكون واعي لده. فبنلاقي عندنا في الروايات في الكتب في الكلام ده كله حاجه اسمها تداخل الاجناس، اللي هو هتلاقي الروايه خليط ما بين الروايه التقليديه اللي احنا عارفينها، ما بين المسرحيه، ما بين الشعر، ما بين، بحيث انه يقدم للقارئ وجبه متكامله. كتاب بتنجح في ده وكتاب تانية بيبقى الموضوع صعب جدا عليها او صعب عليها، فده يعني بقولك لكن كل الاطياف موجوده وكل اعتقد مع الخبره برضو والنضوج الادبي بتفرق كتير يعني. طبعا طبعا. هي قدرات طبعا موهبه وقدرات ابداعيه، لكن عندنا طبعا في الجيل كتاب كتير جدا موهوبين سواء في الناحيه الكلاسيكيه او موهوبين في ان هم يقدروا يعملوا التوليفه دي اللي تعجب القارئ من غير ما يبتذل الحاجه اللي بيقدمها. طيب قولي ايه رايك في اجواء المعرض السنه دي، ايه ابرز حاجه لفتت انتباهك؟
بص المعرض الحمد لله احنا كان عندنا تخوف كبير جدا على فكره من 4-5 سنين لما اتنقلنا بالدور النشر من المعرض الكتاب الكبير اللي كان موجود في صلاح سالم في مدينه نصر ونقلنا هنا. كان عندنا تصور انه هيبقى صعب قوي الناس تيجي المسافه دي كلها, وخاصه ان المكان هناك كان قريب من كل المواصلات والكلام ده. لكن الحقيقه لما جينا هنا طبعا بعيدا ان الدوله وفرت كل وسائل المواصلات اللي تقدر توصل الناس, لان فوجئنا انه اقبال الناس زي ما هو, الناس موجوده حتى لو ما بتشتريش على فكره. يعني الناس بتبقى حريصة على زيارة المعرض وبتعتبره إنه هو فسحة ممتعة جدا جدا, الأجواء رائعة, إنه بيقابل ناس كثيرة وبيقدر إنه الأماكن المفتوحة حوالين الصلاة ممتعة جدا جدا. فحتى لو مش جاي عشان يشتري أو حتى جاي عشان يتفرج على الكتب هو بيستمتع بالأجواء, ودي حقيقة حاجة مفرحة ومبهجة جدا يعني. طبعا. طب إحنا شايفين هنا عدة استيراد لحضرتك, فخليني بقى أسألك فضل. اي كتاب في دول او اي روايه اقربهم لقلبك؟ الحقيقه كل واحده منهم طبعا خدت جزء كبير جدا من وقتي ومن تكويني من روحي من يعني الكلام اللي هو اللي احنا حافظينه ده. كلهم اولادي. طبعا كلهم اولادي جدا, لكن يمكن اقول انه اقربهم للقارئ يعني هو يمكن 3 فساتين لسهره واحده, لانه كان فيها شخصيات. دي كانت اول روايه لحضرتك؟ دي كانت اول روايه 2015. 2015 كان فيها عنصر الصراع عالي جدا والدراما فيها عاليه جدا, فكان دايما اللي بيقراها, وده كان كنت حريص عليه الحمد لله وانا ببدا ان انا دي اول روايه هتقدم بيها للقارئ, فلازم يكون ما يفتحهاش ويقفلها, لانه لو قفلها خلاص انا مش يعني مشواري الكتابي خلاص انتهى. فالحمد لله يعني ربنا وفقني الفكره هنا ان الروايه عباره عن مقاطع قصيره جدا, فبقى اي حد بيبدا فيها هو بيتنقل من مشهد لمشهد بمنتهى السرعه من غير ما ياخد باله انه خد وقت, فبيلاقي نفسه خلص الروايه في يوم يومين, فده بالنسبه له كان رائع جدا, فابتدى الناس تتكلم عليها, وزائد ان الاحداث بتاعتها والشخصيات كان فيها صراع درامي عالي قوي قوي يعني. بس والباقيين بقى طبعا كلها انا معظم يعني لا احنا هنتكلم على قصه كل روايه فيهم سريعا جدا. بس في مفاجاه مش عايز تقولها لنا على 3 فساتين لسهره واحده. 3 فساتين لسهره واحده. 3 فساتين لسهره واحده احنا ان شاء الله بنستعد لاطلاقها كمسلسل باذن الله, نبدا العمل فيه بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا بتمنى لك التوفيق. طيب قول لنا لقلبي حكايتان. لقلبي حكايتان دي بتتناول مشكله ازمه منتصف العمر عند الرجال. الناس بتتخيل لفتره طويله جدا انه ازمه منتصف العمر دي دلع من الراجل, بطر من الراجل, ولكن في هذه الروايه انا بطرح الازمه كازمه انسانيه تماما. شخص رافض اصلا ازمه منتصف العمر, رافض ان هو ينجرف ليها, وبالرغم من ذلك التغيرات الفسيولوجيه اللي عنده, التغيرات الهرمونيه اللي عنده, سنه, ازماته بتخليه يمشي لفتره في استجابه لهذه الازمه لحد ما نشوف. يعني بشرح انا دايما في معظم رواياتي بشرح الراجل علشان اقدر اقدمه للناس اللي دايما ظالمه الراجل وشايفاه انه هو شخص شرير وشخص كلام ده كله, ما بدافعش عنه, لكن انا بطرح المشكله من كل جوانبها. يعني عايز اقول لك ان بعد كل روايه من دول الناس بتكلمني تقول لي لا احنا غيرنا نظرتنا في المشكله الفلانيه, وده بيسعدني جدا لان ده اللي انا حريص عليه. يعني انا سعيده جدا بهذا اللقاء الحقيقه. انا اسعد. واتوقع أنا أسعد. كمان يمكن اعمال يعني تمتعنا اكثر واكثر في الفتره اللي جايه من حضرتك. طبعا الله. الكاتب احمد مدحت سليم نورتنا في حكايتنا. شكرا لحضرتك. انا متشكر جدا وشكرا على الاستضافه الكريمه. شكرا جزيلا.